يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة لا بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة ما بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة فوتوشوب ليكي حلوة لوين بالطريق رايحة الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس وماسك تعملني حلو كتير خليك تدوب فيه وهيدا شي اكيد اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله ما تكون البنت اللي عايشة بالخيال جمالك من الله يلو وحده الكمال روحك الحلوة بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى لو بدك صورة حلوة تعمل لي فوتوشوب ليك وخليل بيرسم لك هيك توب اوعى ما ترهني تفكيرك بجسمك كبري عليك غير هيك ما بلبق لك هيك على طبيعتك انا برتاح لك احلى شي فيك تضلي على شكلك الا شريطان والكذب بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمالك اوعى تضيعي بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمالك اوعى تضيعي فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان وبتقلو خلقت الله بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة ما بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة فوتوشوب صراحة شكلي هيك عجبني ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي تكوني بلاستيك تعملي سر شري مثل البنات تكوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4 فهمتي علي خلي تفكيرك معي هون 5, 6, 7, 8 يرى got a bless don't have to be the mate هون أحلى حلقة أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها ليكي حكيم ترجم لنا شو عم بحكي ليكو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ترجم لنا ايه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي أنا ببت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى أعجب فيها تكون كلها نفخ حتى أنا دو فيها يا محلى خلت الله آخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة رح أحبك كيف ما كنتي بما أنه خلصنا الريقان أعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف هذا القتقفتي اسم الإيقاع ايه وشو هذا البيان؟ شو بكلو هذا اسم المقام حصورة ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون اوف 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 لا بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة لا بدنا شفطو بوتوكس انت هيكب تحليلة فوتوشوب مزبوط هالحكي خيي؟ صحيح مبسوط كتير مزبوط هالحكي خيتي؟ اكيد صحيح يا زلمي انا كنت اليوم يعني جاي عبالي وناوي اني ضل مروق لاني انا جاي على العياده مروق بس شكلي لازم اعصب بتعرف ليش لانه ابحضر عيب المريقنين لا سري منك يا اخ بس انت لازم تفهم شو المشكله بالاول قبل ما تطلق احكامك علي جزافا والله الحق مع المدام نوال يعني انت يا خليل ما بيصير تجازف اطلاقا ما بيصير تجازف مزبوط ابي يصير جازف هاتوا شو المشكله بس عفوا حكيم يعني بس ما عرفتنا مين الاخ نسيت اعرفكم صديقي ورفيق طفولتي وكنا سوا بالخارج عم ندرس يعني المهم بالموضوع انه نحن بزمناتنا ضلينا بمقعد دراسي واحد لاسبوع كامل والان هو يشغل منصب الاوفيس بوي تبعي لي الشرف يا رفيقي ولو وضلينا كمان اسبوع تاني بروسيا تشرفنا انا رامي أهلين سيد خليل وأنا نوال هلا قبل نوال واعتدال بس فهموني شو المشكلة عفوا شباب
لا بس بدي اقول لك يعني الشغله محرجه شوي. لا فكرت جاي اعمل مشكله تعقل لي شو يا زلمي حدا ماشي 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 خلص فهمت. برجع بسألك أنا خلصنا برجع بسألك أنت سمعان بالريقان؟ الريقان؟ تفضل. لا لا مو ريقان ريقان شد حالك له وانت حكي لك شي كلمة. لا هلا ما جاوبتوني انتو ليش ما رحتوا لعن طبيب أذن وأنف وحنجرة؟ دكتور نحن رحنا لعن طبيب نسائية كمان بس ما فادنا بشي. بدك تقول شي؟ لأنه ما حيفيد شي مثل ما قلت مريقني. بس عفوا حكيم يعني نحن كمان رحنا عند دكتور عظمية بس كمان ما استفدنا شي. يعني ما عم بقدر استوعب ولا افهم اذا انتو ما بتجيبوا اولاد جايين لعندي ليش؟ وقف 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 يعني على اساس هنت الملاك مريقن ومصفران؟ طيب اذا هني ابي جيب اولاد شو دخل طبيب الانف والاذن والحنجرة؟ لك منيح ما قلت لي روحوا لعند طبيب بيطري. خليل انت خريج شو؟ هندسة طيران. يعني ما بتفهم بالطب؟ حزورة بفهم. طب شو رأيك تحط بتمك سرماية عتيقة وتنقلع من هون وتخرس؟ ما تقلعني يا عباس. ايه ما قلعك. قلع خليل. وترني وترني. اختي نوالا بدي اسالك سؤال. انت ما لقيتي تحبي رامي غير هون؟ يعني ليش ما استغليتي هذا الحب وهي العواطف المشلخه هيك بغرفه النوم؟ يعني ليش مقضينا احترام متبادل؟ الاحتقار المتبادل من شو بيشكي؟ والله فعال والله العظيم فعال. خي رامي انت يعني بتعرف تهاجم حبيبتي؟ بتعرفي تبادري؟ خي رامي انت بحياتك ما لعبت فوتبول؟ يعني بتعرف تسدد؟ بتعرف تسجل؟ بتعرف؟ اي استلام كيفي؟ مشتاقت لك حبيبي. حبيبي اي شو اسمك بلا زغراء؟ رولا. كيفك رولا؟ ان شاء الله صرتي احسن. خليل انت انقذت لي حياتي وعيدك انكتب لي عمر جديد ولولاك هلا كنت بالقبر وكان اسمي المرحوم رولا. بعيد الشر عن جد بعيد الشر. يعني هي اولا وثانيا يعني لا تخليني اندم ليش انقذتك وثالثا انا ما عملت غير الواجب. لا 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 هذا مو واجب ابدا هذا موقف انساني بكامل الشاعريه والرومانسيه والرقه والنخوه والفخامه والحس الوطني واغاثه الملهوف. اي ما شاء الله سقفتك قويه باين. هلق المهم انت شو بدك؟ هالصدفة اللي جمعتنا يا خليل مو مجرد صدفة. لا هيك بدي زعل مني يعني قلنا ماشيين تمام التمام بس هلق خربطنا نبلش. يعني عملتي مثل الست فيروز لما بتقول تعا ولا تيجي مثل هذا اللي بيغني احبك اكرهك. انا من عدش الريقان بحبه. كيف يعني هي صدفة ومي مجرد صدفة؟ عربي لي هذا شوف. هي رب العالمين حبي يجمعنا بطريقة قدرية صدفوية ما ورائية تحت خط الواقع. اي اي عم فهمت ولا كلمة. انسروا لا في حق لك قبل انك وحده فزلوكه. ايوه شكلها ولعت على المظبوط. ردي لها شوفي رولا من الطبيعي اي مثقف في العالم الجاهل يسميه فزلوك. اي انا جاهله حزوره خلي يا انا يا رولا هلا عياده مسكتيني من ايدك بتوجعني والله. رولا خليكي بدنا نقعد نشرب قهوه. اي بعت العشره يا خليل مشان وحده شرشوحه ملقوطه من الشوارع. اي التوح خاين يا خليل عقولة عبد الحليم حافظ يا خاين ملكش امان ورتني العذاب الوان. شو بدك فيا يا وحده مريقني كثير؟ بتعرف اذا الغنيه لعبد الحليم حافظ ولا لورد الجزائريه؟ بس انت لحد الان ما فهمتيني شو بدك مني. يعني اعطيني من الاخر لانه انا عندي شغل. خليل انا اجيت اقدم لك نفسي هديه عرفانا للجميل ووفاء لصنيعك الانساني وايمانا مني بقدريه الانتظار وتاكيدا مني عقلا وجسدا وروحا على نظريه الصدفه المحضه. ها شو 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 عيدي اخر كلمه؟ المحضه المحضه. افتحي تمك لشو يا عيني دخيلي اللي بيخجل. طيب قولي لا انت معك ريقان. انت الريقان يا رولا ضارب بمخك بالقليل فاتله شي 100 فتله يمين ويسار طالع من دانك اليمين
بعدين طالع من دانك اليسار، فأنت لازم على القليل تعملي تحليل مشان الرقان ما يتفشى بجسمك. وأنا هلق 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 مشان المحضة والحضيضة ومحضن بدي قلك جملة مضطر عليها كتير، ولك الله إلا عن اللحظة اللي انقصتك فيها. ماشي أي ندمان مهال؟ ندمان وبس؟ لا، كلمة ندمان قليل كتير. قولي إذا بدك بلعني الندم بلع، زلطني زلط، بزقني بزق. رولا أنا لوين بدي روح؟ أي عم بحكي مع المخلوقة شباك؟ لن أتزحزح من هنا قبل أن أفيك حقك. مزركش بالحنظلاني تجولقت عكس النفق العلاكوز العيطلي لك بشرف أحلى حلقة. ولو والله لن كيف. أنت شو بتشتغلي أنسي رولا؟ أي فزلوكي خرسي أنت. عاطلة عن العمل بعد 4 شهادات، علم نفس، علم تاريخ، علم اجتماع، وأخيرا وليس آخرا لغة عربية. آه يا حرام وما توظفتي؟ أنا ما بحب أربط حالي بعمل حكومي محدد الأفق. أي بس والله الوظيفة بتستر الواحد بآخر عمره. أنا لا أختلف معك من حيث المبدأ، لكن التقيد الوظيفي يفرض حالة من لا حرية، ويشعر الإنسان باللا انتماء، أي أنه نوع من أنواع وأشكال وتهيؤات التقوقع الذاتي. أي مع أني ما فهمت ولا كلمة، بس تحسباً المسبب ترجع لصاحبه. الحقيقة هي أول مرة بتمر علي هيك حالة يا جماعة. شو بدنا نساوي يا دكتور؟ هاد قدرنا. مصيبة يا حكيم مصيبة. لا مصيبة ولا شيء يا أخ رامي، بس يعني أنا حابب أقلك بما أني أنا كنت بالخارج، لا تقاطعني أرجوك، لا تقاطعني وخليني كفي حديثي. أنا آسف حكيم بس يعني ما حدا قاطعك. ما تكذبني. حاشاك حكيم حاشاك. طيب خيب الريم الحبيب، شو رأيك تخلي المدام نوال تطلع تشم هوا نقي هيك بالريسبشن مع سلوى بين ما نكون أنا وياك حكينا لنا هيك كم كلمة على انفراد؟ أو بس خلص من الأخ رامي برحلك إليك. أوكي دكتور خذوا راحتكم. شرفي حبيبي. باي. حبك كتير حشتاق لك. أخي رامي أنا ما حكيت قدام المدام نوال مشان ما أحرجك. خير حكي. خير خير تفضل. أخي رامي بصراحة التهذيب تبعك أنت ومرتك ما بجيب ولاد، ويعني في مثل بهالخصوص بس بتعرف الآداب العامة بتخليني أقوله. عفوا حكيم بس يعني ما فهمت عليك. طيب يا أخي رامي المرأة بتحب الرجل الحمش مو لهتي. حمش؟ بس يعني شو يعني حمش؟ يعني بلا تشبيه بلا تشبيه الماتادور البوفالو. بس آسف حكيم يعني نحن الأنثى مخلوق رقيق وناعم وحساس، ونحن الرجال لازم نعاملها برقي واحترام وأكابرية. يا أخي رامي يا أخي رامي كم مرة بدي أقول لك الأكابرية والرقي والتهذيب تبعك أنت ومرتك ما بيجيبوا أولاد. لا تقاطعني لا تقاطعني رجاء وخليني كفي حديثي. بشرفك 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 هي 3 مرات عم حلفك لما بتكونوا بغرفة النوم وبتطفوا الضو ما بتضلوا ساعة عم تتعازموا مين بده يبلش بالأول؟ صدقوني جنس البشر يعمر بمرحلة تقهقر أخلاقي والإنسانية في خطر. شوف الإنسانية مرت في مراحل متعددة. يعني أنا شخصيا هيك ما تقهقرت، يعني قصدي ما اقتنعت. أيوة أنا مع خليل ما اقتنعت. شو رأيك خيتي نوال؟ والله ما بعرف يعني هي لا تكون معكم حق. شوفي خيتي رولا أنا بدي قلك شغلي هيك من رأيي متواضع، إنه الإنسانية كلها ما مرت غير بمرحلة واحدة. أي مزبوط. وشو هي بقى؟ سألتيني شو هي؟ هي المرحلة اسمها مرحلة الريقان. مرحبا يا جماعة. يعطيكم العافية. أهلين حبيبي. شو طمني؟ حبيبي هذا الدكتور كتير شاطر بده إياكي هلأ، عطاني نصائح كتير مهمة أتوقع هي الحل لكل مشاكلنا. يعني في أمل؟ يا رب وكي الله. يلا حبيبي تفضلي. يعني أكيد أكيد. تفضلي حبيبي. أكيد رامي. إيه قومي في أمل شبي. قوم وقل.
قم وكن قم وكن تفضل قهوة. شكرا. ما نحكي حديث مهم اسمعه مشان تستفاد. تفضل. ايه هلا من خلال دراساتك وتجاربك وشهاداتك بعلم النفس والاجتماع والاخلاق والتربيه والجبر والهندسه، يعني انا بدي اقول لك انه هي المرحله هي مرحله الريقان البشري، اكيد سمعني فيها. ايه ذكرتها، هي مرحله بدات ما بين عصر النهضه وعصر التقهقر في زمن الممالك. انا شو لك حكي يا لو؟ اي بدك تقول شي خليل؟ لا اي فتحت امك لشو؟ ها صريعه وحق راس النبي صريعه. عفوا يا جماعة، ممكن أعرف شو الموضوع؟ عفوا فيك تسكت لأنه هون عيادي مو سوق عقاز ولا بقى تعمل لي هاي الحركات. أوكي ماشي؟ أوكي أكيد. أوكي أنا آسفة دكتور بس والله ما عم تفهم عليك بالمرة. شو اللي مالك عم تفهمي بالضبط؟ يعني دكتور قصة آلية الإنجاب اللي عم تحكي عنها كتير معقدة. بتعرفي لمخ الدجاجي؟ أي طبعا أكيد بحظي مخ الدجاجي أكبر من مخك. بالمناسبة يا أخت نوال، بالصين هلق عم يصنعوا مخاخ بلاستيك، فاستلقي لك شي واحد. يعني بجيب منهم دكتور؟ ليك الخوتي صدقت إنه ما يصنعوا مخاخ بلاستيك، كيف بدي فهمها؟ أنا قررت قرب لك إياها. يا ريت يا دكتور، يا ريت قرب لي إياها. بدي أسألك هلأ، أمك وأبوك كيف جابوكي على هالدنيا؟ يعني فتي ما كل عالم تجيب اولاد دكتور. ليكك بتعرفي؟ اي طبعا بعرف، بس انا ورامي يقبر قلبي، جربنا كل الطرق بس ما في ولا فايده. بس لا تقولي لي انكم جربتوا تجيبوا اولاد عن طريق البلوتوث. خيتي نوال هذا الموضوع له طريقه واحده بس. لا دكتور في بالله. طب هاتي اعطيني طريقه ثانيه لشوف. يعني دكتور بصراحة راحوا عن بالي بهاللحظة. اسمعي إذا بتعيدي هي الحركة تاني مرة بتخسريني. ها نوال احكي لي كيف تتعاملي أنت وجوزك لما بتكونوا بغرفة النوم ورجاء نتبلشي من مرحلة طفي الضوء ونحن طالعين؟ بتعامل معه دكتور بكل رقي واحترام. كمان طبعا دكتور، لأنه أصلا علاقتي أنا ورامي يقبر قلبي مبنية على الاحترام متبادل. ايدي على راسك، بتملوا من الاحترام؟ لا لا ابدا يا دكتور، بالعكس اصلا الاحترام هو سبب نجاح العلاقه. لا انا خلص قفلت معي على الاخر، قررت اشرح لك اليه جيب الاولاد هيك بكل بساطه. اي عرفتوا كيف؟ بس انا بختلف معك. يرحم بيك انت، حيش تختلفي معه وحيش تختلفي معنا، حيش تختلفي مع حالك، لانه بالاصل انت مختلفه وسلوى انت لفيها لبقت ناقشيه ببوس ايدك. خيتي رولا انت قمه الصح ونحن قمه الغلط. ماشي بس عفوا استاذ خليل، يعني يا ريت ما تصادر راي الانسه رولا، لانه الانثى يا خليل مخلوق رقيق وناعم وحساس، ونحن كذكور مو لازم ابدا نجرح مشاعرها ونقسى عليها. من بعد اذنك انت فيك تخلص، لانه انا مو ناقصك وانت الذكور لحالك، انا ماني ذكور والاكثر من هذا كله. انت مطول هون شيء؟ عفوا لا بقى تعمل لي هيك حركات شباب. عفوا. يس طمنيني حبيبي. حبيبي رامي انا عرفت شلون بجيب الاولاد. حاجات يعني رح يجي رئيف؟ رح يجي دكتور عباس، شرح لي اياها بالتفصيل الممل، عملي ولا نظري؟ عن اذنكم يا جماعه نحن مضطرين نمشي، واماني اماني بعد فتره تجوا تباركوا لنا برئيف ابو رئيف. ام رئيف اماني ترقفوا بحالنا وتروحوا لبرا تجيبوا رئيف. يلا لك يا عمي. شرفي حبيبي. لا حبيبي والله من بعدك. نوال حبيبي انت بالاول. ما بقدر اطلع قبلك. والله ما بطلع قدامك، تفضل. ما حبيبي نوال انا بشوف انكم بتطلعوا من قاموس حياتي بقى العمى. شو هاد؟ شرفي حبيبي شرفي. سري صبر. باي يا جماعه. باي باي باي. لك بقص ايدي من الباط اذا هدول اثنين بقى بحياتهم بيشوفوا ولد ضنك. شو سلوى؟ مين الصبية الحلوة؟ اي صديقته لخليل. ولك يا جدبي وعم تستقبلي له صديقات وهون كمان عندك بالعيادة؟ اي شو ساوي؟ ليكي انا رح اشوف عباس بس بطلع بقول لك شو بتساوي. ماشي يلا باي باي.
تعلم زباينك كيف بيجيبوا اولاد. تاي تاي اديش اللي فهمك شو القصه. تاي حبيبي انا بشوف انه قبل ما تعلم العالم كيف بيجيبوا الاولاد علم حالك بالاول. لك كتفو ادفوع السؤال اللي تزوجتك فيه. أنا شو غلطة؟ شو عامل لربي أنا؟ والله بستاهل كل شيء عم بيصير فيني. حياتي أنا بشوف إنه حاجة تندب حظك بقى، لأنه أنا أمر واقع عليك ولازم تتأقلم معه. انقلت إيه وانقلت لا. لا يا ريما، أنت مو أمر واقع، أنت قضاء مستعجل. حبيبي هدي حالك شوي، لأني جايبت لك خبرية كتير 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 حلوة، ومع هالخبرية بدي فنجان قهوة. خليل يا خليل، شو بدك؟ سيارة فنجان قهوة لريما. حبي تشربي فنجان قهوة هون ولا برا؟ لا 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 هون. تكرم عيني، ألف طلب من الطلب. لطيف روح. وشو الخبر الحلو؟ يا سيدي نقلوني من المدرسة القديمة وسلموني بالمدرسة الجديدة موجهة تربوية، وأنا كتير 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 مبسوطة. وإن شاء الله نقلوكي على القامشلي الحسكة الدير. لا 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 أبدا، حذر وين نقلوني؟ عجزي. يا سيدي نقلوني على المدرسة اللي مواجه عيادتك. اطلبي لي الإسعاف. ليش حبيبي؟ آه عرفت ليش، يمكن نزل ضغطك من الفرحة ما هيك؟ لا حبيبتي، بس انتي متأكدة انه انتي صرتي بهاي المدرسة اللي مقابلنا؟ طبعا حبيبي، ما انا اليوم بلشت دوامي فيها. هاي بنتها عدي على اصابيعك شو لازم انسان. واحد نحتفل. اثنين نحتفل. ثلاثة هاي بدها حفلة طنانة رنانة. اربعة بدي جيب برميل عرق لانه هو الحل الوحيد. بدي اشرب عرق مبتلة، عرق طين، عرق سفرجل، عرق عنب، عرق باطي، حدا اخو باطي، حدا اخو مراقي. لك تقبر قلبي يا عباس، وطلعت بتحبني، لك تقبر قلبي. ان شاء الله. ريما انا بلاكي بضيع. محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة يا محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة. لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيكب تحليلة. ما بدنا شفط وبوتوكس، انت هيكب تحليلة. ليكي حلوة لوين بالطريق؟ رايحة الحكيم بدي اعمل كولاجين، بوتوكس ومص بتعملي حلو كتير، خليك تدوب فيه وهيدا الشيء اكيد. اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة، انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله، ما تكون البنت اللي عايشه بالخيال، جمالك من الله يلو وحده الكمال. روحك الحلوة بتعكس لبرا، قلبك الابيض هو عند الاغلى، لو بدك صورة حلوة اعمل لي فوتوشوب، ليكو خليل بيرسم لك هيا توب. وعم ترهني تفكيرك بجسمك، كبري عليك غير هيك ما بلبق لك، هيك على طبيعتك انا برتاح لك، احلى شي فيك تضلي على شكلك. هلا شريطان والكسر بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعه، تمشي بتتمختر بتميل على مهلك وعلى الضيعه. بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعه، تمشي بتتمختر بتميل على مهلك وعلى الضيعه. فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، وبتقلو خلقت الله. يا محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة يا محلى خلقت الله، شو بدك بالتجميلة. لبدنا شفط وبوتوكس، انت هيكب تحليلة. ما بدنا شفط وبوتوكس، انت هيكب تحليلة. فوتوشوب.
الصراحة شكلي هيك عجبني، ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي. كوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات، كوني من نون كابي 1, 2, 3 to the 4. فهمت علي؟ خلي تفكيرك معي هون. 5, 6, 7, 8. You're a god of bless, don't have to be the mate. هون أحلى حلقة. أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك، ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط. ترجم لي عيني هنت، أنا إنجليزي ما بتعرفها. ليكي حكيم ترجم لنا شو عم بحكي؟ ليك ولو لو بعرف ترجم كنت ترجم أنا. إيه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي، أنا ببت سماها. مو ضروري تكون بلاستيك حتى أعجب فيها، تكون كلها نفخ حتى أنا دوب فيها. يا محلى خلت الله آخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة، رح أحبك كيف ما كنتي. بما أنه خلصنا الريقان أعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف. هذا القتقفتي اسم الإيقاع. ايه وشو هذا البيان؟ شو بكلو هذا اسم المقام حصورة. ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون. اوف اوف لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي. لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي.